وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على ما عرضه وزير الزراعة والأعمال العام بشأن تجديد أو تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم، بحيث يكون سعر الضمان 10,000 جنيه للقنطار للقطن متوسط التيلة بالوجه القبلي و12,000 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية معارض أهلا رمضان وأكد مبادرة كلنا واحد في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً أن ذلك يأتي بناءً على التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.41 من ألف تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 28,926 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 7,243 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10,161 نقطة. في أسواق البترول العالمي، ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 74% لتبلغ 82.2 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.8% لتبلغ 77.25 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى 2.75 دولار لللتر. في المقابل أيضا نجد صعود أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.18% لتسجل 1.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة الطاقة الدولية تعديل توقعاتها لنمو إمدادات النفط العالمية في عام 2024، وأشارت الوكالة إلى رفع توقعاتها لتصل إلى 1,700,000 برميل يومياً لتصل إلى مستوى غير مسبوق عند 103,800,000 برميل يومياً بدعم من الإمدادات الواردة من خارج مجموعة أوبك بلس.